لينا من عمان سيد قاسم محمود، أهلا بك معنا سيد قاسم محمود. أهلا بك سيد قاسم محمود. بداية، هل برأيك نجحت هذه الضربات الإسرائيلية، هذا الهجوم الإسرائيلي في تحقيق أهدافه؟ إسرائيل تقول بأنها نجحت في استهداف 20 موقعا إيرانيا من إنتاج صواريخ، من مصانع إنتاج صواريخ، من مخازن للأسلحة وغيرها. بتقديرك، هل نجحت فيما تدعي بأنه هجوم دقيق وموجه؟ صباح الخير، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني المفروض انها نجحت من حيث ان الضربه تم تنفيذها ضمن ما خطط لها. الطائرات ذهبت والقت قنابلها وعادت الى قواعدها، هذا يعني ان الضربه نجحت. لكن هل الضربه هي الضربه التي كان يروج لها واللي كان معتقد انها ستاتي بنتائج استراتيجيه لخدمه اسرائيل ومشروعها وحاله الردع المتبادل مع إيران؟ حقيقة هذا كله أعتقد لا يزال في طي المجهول، لأنه على الأرجح أن ضربة مقروءة، ضربة عاقلة، ضربة محسوبة، ضربة مدارة أمريكيا بشكل واضح أيضا. وبالتالي إسرائيل تستطيع من خلال السردية حتى الآن أن تقدم نفسها بهذا المستوى. طائرتها نجحت ووصلت وحيدت وشوشت وقصفت، وأعتقد قصفت بدقة. لكن هذه الأهداف، هم يتحدثوا عن 20 هدف، وهي أهداف بنى صناعية للصواريخ، وهذا أيضا منطقي جدا، صحيح يعني عسكريا صحيح، لكن كان المطلوب والمعول عليه صهيونيا أن تخرج إيران من دائرة القدرة على تهديد وجود إسرائيل ببنى التحتية النووية والنفطية والاقتصادية وحتى الصاروخية. حقيقة يعني هذه الأهداف يعني لا تشكل نسبة كبيرة من إمكانيات إيران الصاروخية أيضا. لأن 20 هدف أو 20 موقع يعني ليست كل مواقع إسرائيل، علما أن حتى مواقع الصناعات الحقيقية للصواريخ ليست هي الأهم في الصواريخ. الصناعات هي ورشات عمل عادية جدا، صناعة الصواريخ المهم في الصواريخ هي الإضافات العلمية الإلكترونية التوجيهي والسرعه والحركه، وهذا اعتقد كلها ليست في قواعد صناعه الصواريخ، هذه في اماكن اخرى حقيقة يتم اللجوء. بغض النظر، اعتقد الضربه وصلت، الضربه محدوده وليست كبيره، يعني ليست موجه على ايران. ايران واضح انها ايضا نظرت وتعاملت مع الضربه بمنتهى الذكاء الاعلامي. ايران لديها ايضا مصالح ان لا تذهب الى حدود بعيده بالمواجهة مع طيب، إسرائيل في هذه المرحلة. سنأتي إلى ذلك سيد قاسم محمود لو تسمح لي، ولكن دعنا نتابع في يعني هذا الهجوم في حد ذاته. الموجة الأولى من الضربات، تقول إسرائيل بأنها استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية، استخدمت في ذلك طائرات الأف 35. برأيك هل نجحت في إصابة الدفاعات الجوية الإيرانية؟ هل نجحت مثلا في تحييد أو إصابة منظومة S-300؟ الأرجح نعم، الأرجح نعم، أو أن S-300 غير قادر على اعتراض الطائرات الإسرائيلية، وهذه النقطتين مهمات على فكرة. أعتقد قبل 35 بالتأكيد كان هناك طائرات تشويش إلكتروني متطورة جدا أيضا حلقت وشاركت في الحملة، وبالتالي شوشت على الرادارات وعلى النظام القيادي والسيطرة والتحكم للنظام الدفاع الجوي الإيراني. وبالتالي S-300 ثبت أنه لا يستطيع أن يتعامل مع الطائرات المتطوره الجيل الخامس التي تمتلكها اسرائيل، وهذه نقطه مهمه جدا حقيقه في توازن القوى بين ايران واسرائيل. واضح ان اهم ما فيها الضربه يعني انها اثبتت بشكل عملي ان اسرائيل لا تزال هي الطرف المتفوق بشكل واضح من حيث سلاح الجو والقدره على التحليق في الاجواء الايرانيه وضرب اهداف ايرانيه دقيقه ومحدده. اذا هذه حقيقه لا يعني يجب أن تكون واضحة من خلال هذه الضربة. لكن بالمقابل أيضا إسرائيل لم تأتي على إمكانيات القوة الاستراتيجية الإيرانية المهمة، وهي الإمكانيات الصاروخية. حقيقة أتت على جزء منها، وإيران تعاملت مع الموضوع أنه الأضرار محدودة جدا. بالتالي نحن أمام هذا المشهد، إسرائيل يعني السردية الإسرائيلية تتحدث عن النجاح
وهذا النجاح بغض حتى لو كانت سرديه دقيقه وصحيحه، نعم لكنه يبقى نجاحا محدود. واعتقد هذا النجاح لم يرضي ولن يرضي لا الحكومه، المتطرفين في الحكومه بن كفير وسموتريش وغيره، ولا المعارضه، نعم لانه حقيقه طيب مصلحه اسرائيل الامنيه تستدعي ضرب امكانيات تماما، ايران وحتى في الاستراتيجيه. المعارضة